على الصديق ودوم خير عبد الله نحن من ساكن طنجة، يعني مضرورين بزاف بالأثمنة والأسعار كثيرة 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 علينا بزاف، والمواطن ما بقاش عنده القوة الشرائية لهذا الأسعار اللي كاينة. فلهذا كنطلبوا من السلطات المحلية أن يتدخلوا في هذه الأوقات العصيبة اللي كتعيشها مدينة طنجة، ولا سيما في الأسعار وفي الخضار وفي الدواجن في اللحوم الحمراء وكثير من الأشياء. على أي الأسعار كلها ارتفعت بشكل مهول وكثير بزاف، وهذا يعجز على الشاري يعني من المواطن أنه يقتني هذه المواد الغذائية، يعني مكلفة بزاف، والأجور يعني غير مسموحة لشراء هذه المواد. ونطلب الله تعالى وتبارك انه يتعود الحل، لان نحن داخلين على شهر مبارك شهر رمضان. من طنجه كنجي نتقدى بالحق، الغلا بزاف هذا الشيء، هذا المنكر والله العظيم ما عمرنا وصلنا لهذا الشيء، هذا بزاف علينا بزاف. حنايا ما خدامينش نخرجوا هاد الفلوس هادو، منين غنجيبوهم؟ حنا يعني غير دراوش كنخدموا بالساعة ناقصة، والغلاف المعيشة بزاف، والبطاطا عاملة 8 دراهم 9 دراهم 10 دراهم، فهمتي؟ البطاطا غالية بزاف، مطيشة غالية، البصلة غالية، كل شيء غالي. البصل عندها 8 دراهم 10 دراهم، فهمتي؟ مطيشة 10 دراهم، تن 1200 الخضارة ديال الأحياء، فهمتيني؟ هذا السوق دابا 10 دراهم في السوق. اما جهات اخرين 1200 1300 تيشا 12 درهم، شكون اللي غادي يشري ماتيشا؟ واش غيعيش هاد البوفري؟ الانسان ما كيربح والو، كيربح 2000 درهم ولا 2500 درهم باش غيعيش. البطاطا 8 درهم 1000 فرانك باش غيعيش هاد الانسان، هذا شي بزاف فوق الطاقة ديال الانسان. الانسان دابا يبقى بالجوع والسلامة. الله يكون في العون الجامعة كيما نقولوا. لا ما هادشي ما عمرها وصلت الدرجة هادي. اللحام وصلت 100 درهم، الدجاج 30 درهم. هادشي بزاف على البوبري. ورمضان قرب حنا دابا بدينا كنصوموا من دابا نصوموا. غنصوموا العام كامل دابا كي دار. الله هو هذا صادق. الانسان تلقاو جوا ما يبقاش يلحقها. يعني كأحد من السكينة طنجة كنشوف ارتفاع الأسعار يعني غير طبيعي بتاتا، ولحدود الساعة باقي ما خرجت حتى شي جهة رسمية، سوى أن آخر تصريح باسم الحكومة شفنا على أحد المواقع الإلكترونية المعتمدة وطنيا كتقول بأن الوزارة لا دخل لها ولا الحكومة كشخص. إذا ما دور الحكومة؟ ما دور هذه الوزارات؟ ما دور البرلمان؟ والسؤال اللي مطروح هو ان كنعرفوا كاين جمعيات ديال المستهلك، جمعيات ديال محاربه الغش، ديال بزاف ديال الاشياء بحال هاد الاسماء هادو، ولكن ميدانيا ما كنشوفوهمش. بحال دابا مثلا مطيشه 11 درهم الى 13 درهم. لمن غنحملوا المسؤوليه؟ الحكومه كتقول لك انا لا علاقه لي بما يتعلق بالاسعار، ولكن ما بقاوش يربطوا دائما كل شيء بالبترول، لان البترول يعني على المستوى العالمي ثمن البرميل استقر. الا كنشوفوا هنا باقي لحد الان يعني ما كاينش انخفاض في الثمن، باش بقاو نربطوا دائما اي حاجه ربطوها بالقضيه ديال المازوت. كبائع الغادر اخاي كنشريو حاجه ان شاء الله، وحنا بائع الغادر كنمشيو للمارشي كنجبرهم كل نهار كيزيدوا علينا. ماتيشا كنشريوها ب 40000 دابا، شحال تبيع؟ 10 دراهم 12 دراهم، فهمتي؟ حقهم الفلاح نص صندوق دابا فلاحه ملي كنمشيو من عندهم كيقول لك يديوهن على برا، فهمتي مندر؟ يعني يديوهن على برا. وحنا اخوان ديالنا شنو كتهضر؟ طنجه بقى فيها والو، الا جا بنادم مزيان كنتعاملوا معاه.
يعني اخي حنا كنطمئنوا هاد الناس الدوله حتى ماشي رفيت ترتفع ترخص هادشي هاد الدرويش ما يقدرش يعيش معاه درويش ما يقدرش يعيش معاه راه حنا قيالي الناس علينا علاش حاجه غاليه علاش حاجه غاليه شحال الصندوق بطاطا الصندوق بطاطا من 10 درهم دق لي شحال تجي فيها 40 كيلو شحال تشريها تشريها ب 7 درهم و 50 8 درهم اذا كنشريها شحال تبيع 50000 الصندوق كتقام عليا با اخي هذا السوق المركزي مارسي سنترال ديال مدينه طنجه كنهضروا على هاد المسائل ديال الخضر والفواكه هادشي غالي بزاف مرتفع بزاف القدره الشرائيه ديال المواطن ما بقاتش زعما حنا مضرورين والغلا زعما كارثه عظمى والله العظيم اخي الخضره غاليه ومرتفعه بزاف كتبقى لنا هنايا حتى واحد ما كيدير خضار كليان كاملين هربوا كلشي هادشي بزاف هادشي بزاف بزاف شحال وصلت اليوم البطاطا كاين بطاطا 8 9 حتى 10 كاين دبر كاين 15 درهم وصلت ديال القلي مطيشة ونص 10 9 12 كاين ماركة ديال مضروبة مرة 9 درهم 10 مضروبة مرة ما فيها ما يتشاف نعمل خيزو بصل ونص هو 10 8 خيزو بصل كاملة بصل تكون صحيحة كاملة كتجي خامجة كتجي خاوية من الداخل ما كنقدرش نشري الخضرة زعما مسكريدي في المارشي والله إلا خدمنا مسكريدي الله العادي تسازي تسازي طلع من السيزي يا أخي السوق ديالنا ديال السيترار ايوا جيتو اخي مرحبا بكم عندنا وصل اليوم اللحوم اللحوم الحمراء وصل ب 100 درهم ب 100 درهم الكيلو والكبسه وصل 120 درهم اللحم غاليه بزاف بزاف ب 75 الغالبي 110 حتى 120 هادشي هذا ما كانش هادشي بزاف تقريبا 30 درهم في الكيلو والدجاج شحال؟ الدجاج عام 33 درهم الكيلو الدجاج هو طالع ما خصوش يكون بهاد الاثمنه هادي هي المهم لا لا اله الا الله صافي الدجاج غالي ارتفاع الغلا دابا كلشي غالي كلشي غالي وما كيقولوا بالمازوت ومسائل والترونسبورت تعودنا هادشي هذا هو ولكن بزاف هادشي هذا بزاف شوف التداخل كل تداخل خصوصا دابا العواش اللي داخله ان شاء الله ما خصوش يبقى هادشي هذا الدرويش مشكل لا اله الا الله يكون في العون الغلا بزاف يا خو كيدي زداد 5000 5050 بيا بزاف هذا نص كيلو ب 20 درهم الله يكون في العون واذا يجي دابا تيشا ب 1200 اذا زاد الطاجين خاوي وصافي واللحم عاوتاني كاين داك اللحم الله يكون في العون دابا بنادم اللي غاوت عارفه غالي ما بقاش كيقرب لينا كيبعد منا